السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلابنا طلاب الصف الثاني ثانوي الدارسين لمقرر حي 217. معاكم بإذن الله تعالى درس بعنوان دورة الحياة في النباتات الزهرية. أهدافنا لحصة اليوم راح نلخصها لكم بهذه النقطة، أن راح نلخص دورة حياة النباتات الزهرية. معاكم بإذن الله نشوف تراكيب التكاثر بالزهرة، اللي هو بنركز شوي على الطور المشيجي. عندنا هني الطور المشيجي الذكري والطور المشيجي الأنثوي. الطور المشيجي الذكري وهو يعرف بالأسدية، وهي خاصة لإنتاج أبواق ذكرية صغيرة. أما بالنسبة إلى الطور المشيجي الأنثوي وهو يسمى بالكرابل، ومسؤول عن إنتاج أبواق أنثوي، لكن هالحالة تعتبر كبيرة مقارنة مع المشيج الذكري. لو نشير إلى الرسم نشوف أن الأسدية هذه هي الطور المشيجي الذكري، وهذه هي الكرابل اللي تمثل الطور المشيجي الأنثوي. نروح الشريحة الثانية، هذه مهم نركز عليها، على الانقسام اللي راح يصير في الطور المشيجي الأنثوي. نشوف هنا مع بعض الحين. عندنا هذا هو عبارة عن المبيض اللي راح تصير فيه عملية انقسامات المسؤول عن تكوين البويضات. فنبدأ بالبوق الأنثوي الكبير الفعال، لاحظ كلمة فعال يعني هو نشط ومستعد لعملية الانقسام. هذه النواة تدخل مرحلة انقسام المتساون الأول. انقسام متساوي أول يعني هذه البويضة راح تنتج عندنا ثنتين، فصاروا عندنا حين عندنا ثنتين من أنواع الخلايا. بعدها تدخل انقسام منصف ثاني، انقسام منصف ثاني راح يعطيني هني أربعة أنوية كما هو واضح أمامكم، الأولى الثانية الثالثة والرابعة. ندخل أيضا انقسام متساوٍ ثالث، وكل واحدة من هذه الأربعة راح تعطينا ثنتين، راح نحصل في النهاية على ثمان خلايا. عندنا هني ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والثمانية. الثمانية هذه راح تعيد تشكيلها وتصير عندها ترتيب معين، نقول هني عندنا ترتيب خاص فيها. الترتيب الخاص راح يصير عندنا ثلاث في الأعلى، واحد اثنين ثلاثة فوق، ويصيرون ثلاث في الأسفل وثنتين في الوسط. الثنتين اللي في الوسط اسمهم النواتان القطبيتان، وعندنا هني تحت فتحة تسمح بدخول المشيج الذكري وتسمى بفتحة النقير. في المنتصف هني عندنا خلية البويضة اللي تنتظر أنها هي تتخصب من قبل المشيج الذكري. ننتقل إلى الشريحة الثانية واللي هي تتكلم عن دورة حياة النباتات الزهرية. نبدأ بالطور البوقي الصغير. هذا الطور البوقي الصغير راح ينتج لنا تراكيب تسمى بالأمشاج. مثل ما عرفنا عندنا أمشاج أنثوية موجودة في المبيض، وأمشاج ذكرية موجودة عندنا في الأسدية. وإحنا مساعة أشرنا أن إحنا هذه الانقسامات، الانقسام المنصف اللي راح يصير في هذه البويضة راح ينتج منه أربعة أبواق كبيرة. هذا هو البوق الأول، الثاني، الثالث، وهذا البوق الرابع. الحين اللي بيصير عندنا أن ثلاثة من هذه الأبواق الكبيرة راح يتحللون وتبقى لنا فقط واحدة. الواحدة هذه اللي بقت راح تنقسم وتحدث لها ثلاثة انقسامات متساوية. لاحظ مهم تعرف أن الانقسام المتساوي الواحد يعطينا خليتين، بعدها نحصل على واحدة، وهذه هي تعيد ترتيبها كما أشرنا إليها المساعة اللي عندنا ثمانية. فهذه هي الثمانية مثل ما قلنا، صار عندنا ثلاث فوق وثلاث تحت من ضمنهم البويضة، وهن عندنا في الوسط الثنتين اللي هي النواتان القطبيتان. الحين هذه مستعد لعملية التخصيب. نروح نشوف الذكر. الذكر هني عندنا الأسدية راح تنتج لنا أبواق صغيرة،
البوق الواحد لو ركز عليه مكون من، أو اللي هي عفوا حبة اللقاح مكونة من النواة الأنبوبية والنواة المولدة. حبة اللقاح هذه راح تسقط بفعل ظروف البيئة كتيارات الهواء مثلا أو بالنقل بالحشرات، المهم راح توصل إلى الطور المشيجي الأنثوي، راح تدخل داخل البويضة ويحدث هناك امتدادات من النواة الأنبوبية، فيحدث هناك امتداد في هذه التراكيب ويدخل مباشرة بواسطة فتحة النقير إلى داخل المبيض. لما يوصل هني واحدة من هذه الأنوية تخصب البويضة، والنواة الثانية تتحد مع النواتان القطبيتان الموجودتان في الوسط، بعدها راح تتحقق عملية الأخصاب وتنمو اللاقحة إلى جنين، ويتكون عندنا الإندوسبرم اللي هو الثلاثة إن الناتج من عملية تخصيب النواتان الذكريتان. بعدها راح تتكون عندنا الثمرة، وداخل الثمرة اللي هو عندنا الجنين، ويحدث هناك نمو لهذه البذور وتتكون طور بوقي جديد آخر مرة أخرى. تمنياتي لكم بالتوفيق، وبكذي احنا انتهينا معاكم من دروس مقرر حياة 217.